ومن ليبيا إلى اليمن، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه بشأن الصراع في اليمن، لا سيما الخسائر الإنسانية للشعب اليمني. شدد بلينكن في مباحثات هاتفية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث على أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا مستقرا خاليا من النفوذ الأجنبي، مشددا على أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص ليندر كينج تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول مستجدات جهود استئناف العملية السياسية في اليمن وفق إطار عمل الأمم المتحدة وسبل المضي قدما، بما يتضمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على الموانئ اليمنية. هاتفيا معنا الأستاذ أشرف العاشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. مساء الخير يا أستاذ شادي. إذا مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ويبدو أنه يعني في الأفق اهتمام أمريكي بالوضع في اليمن ومحاولة إيجاد حلول له، كيف ترى أنت هذا الأمر؟ بالفعل أعتقد منذ اللحظة الأولى لتولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس بايدن هناك اهتمام خاص بضرورة توفير حلول واستحقاقات سلمية للأزمة اليمنية. الإدارة الأمريكية عينت مبعوث أمريكي ما زال موجود في المنطقة حتى هذه اللحظة. نعم. ولعب دور كبير في عقد مجموعة من الصناعات مع الفلسطينيين في سلطنة عمان في الأسبوعين الماضيين. وأيضا هناك كثير من بعض الشروط المطروحة من قبل الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين، وتم الاتفاق على بعض الاتفاقيات، لكن في اللحظة الأخيرة في الأسبوع الماضي تحديدا حصل رفض مبدئي من قبل الفلسطينيين، لكن أعتقد أن هذا الرفض سيدفعه ضغوط امريكيه في الايام الاسابيع القادمه، خاصه المملكه العربيه السعوديه. التحالف العربي لدي مواقف ايجابيه فيما يتعلق مع انهاء الحرب في اليمن وتصدير استحقاقات الحل السلمي في المقام الاول، بالاضافه لان هذه الاداره الامريكيه تحديدا ترى ان قيام بمجموعه من الاعمال العدائيه باتجاه السعوديه من قبل الفلسطينيين سيجلب عليهم كثير من المواقف السلبيه وسيحشرهم في الزاويه في المرحله القادمه، لان المجتمع الدولي يرفض هذه الممارسات باتجاه السعوديه وباتجاه دول الخليج، لان هذا الامر يحتاج ان يكون هناك ضغوط لوقف ايضا الامدادات الايرانيه للجانب الحوثي طيله الاشهر والسنوات الماضيه عبر الصواريخ الروسيه والمسيرات وما الى ذلك، وتقوم باعمال عدوانيه باتجاه الاراضي السعوديه. وهذا الامر اعتقد انه يخضع للنقاش بين الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي والامم المتحده. ومن هذا المنطلق جاء الاتصال بين وزير الخارجيه الامريكي والمبعوث الدولي الخاص باليمن صباح اليوم للبحث في امكانيات تحديث مسار التسويه السياسي. لابد من ان يكون تلويح بالقوه قبل الامم المتحده وايضا خارجيه الولايات المتحده الامريكيه لفرض عقوبات على الحوثيين في المرحله القادمه اذا لم يتم الالتزام باستحقاقات التفاهمات والمبادره الامريكيه المطروحه للحوثيين التي رفضوها يوم الخميس الماضي. كل تاكيد الايام القادمه ستشهد مزيد من الضغوط، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال راح بحل الأزمة تماما في الملف الايراني كما تسعى ايران للحصول على مجموعه من المكاسب خلال مفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج زائد واحد خاصه بالملف النووي الايراني. لابد ان يكون هناك فصل بين المسارين، لان ايران تسعى لتوفير الامدادات للحوثيين في محاوله لترقيع الجانب الامريكي وتقديم تسهيلات حسب الاجراءات فيما يتعلق بالملف الايراني. هذا امر مرفوض تماما، لابد من وقف هذه الممارسات من الحوثيين وان يكون هناك رغبه امريكيه جاده كما تفعل الان لاجبار وجلب الحوثيين الى مائده المفاوضات ووقف هذه الممارسات العدوانيه باتجاه الاراضي السعوديه، لان هذا امر مرفوض والمجتمع الدولي يرفضه تماما ويرفض مثل هذه الحكمه من الانقلابيين على الحكومه الشرعيه في اليمن باستمرار احداث توترات في المنطقه وفي منطقه الخليج. وبالتالي ارى ان الايام والاسابيع القادمه تتشهد تنسيق بين الامم المتحده وبين ايضا الولايات المتحده الامريكيه في محاوله لفرض المبادره الامريكيه المطروحه الان، خاصه كما قلت ان المملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي وافق على المبادره الامريكيه لوقف اطلاق النار. تبقى الكره في الملعب الحوثي، نتمنى ان يكون هذا الاتصال اليوم والتحركات الامريكيه وتنسيق مع الامم المتحده يلعب دورا كبيرا تغيير الزاويه باتجاه ممارسه الضغوط على الحوثيين وفصل المسار الحوثي عن المسار الايراني حتى لا يكون هناك استمرار لعمليه التعقيد في المشهد الحوثي او المشهد اليمني بسبب الضغوط الايرانيه في هذا الامر. مصر تحتاج الى ضغوط، نتمنى ان تصدر الاسابيع القادمه عن عمليه فصل كامل بين المسارين الايراني والحوثي، وان يكون هناك او اليمني تحديدا ان يكون هناك بالفعل رغبه امميه
في جلب الحوثيين الى مدى المفاوضات، خاصه ان هناك كثير من اتفاقات الصام والمبادرات والقرارات الدوليه الخاصه باليمن، فتحتاج الى ان يكون هناك بالفعل تفعيل على ارض الواقع في الايام القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الاستاذ اشرف العشري، مدير تحرير جريده الاهرام.